اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه رئيس مجلس الوزراء اكد على ما يجمع مملكه البحرين والمملكه العربيه السعوديه الشقيقه من علاقات متينه وروابط اخويه وثيقه ترسخت عبر تاريخ حافل بالشراكات الفاعله والمواقف المشتركه لافتا سموه الى الحرص المتواصل لتعزيز العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين والدفع بها نحو مستويات اكثر تكاملا وتميزا تحقيقا لرؤى وتطلعات حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم القائد الاعلى للقوات المسلحه واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه الشقيقه منوها سموه بما يوليه اخوه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن بن عبد العزيز ال سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكه العربيه السعوديه من حرص مستمر على تعزيز مسارات التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين. جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر قضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفه الخليفه وزير الماليه والاقتصاد الوطني وسعاده الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئه الاركان معالي الفريق اول ركن فياض بن حامد الرويلي رئيس هيئه الاركان العامه للقوات المسلحه بال المملكة العربية السعودية والوفد المرافق حيث رحب سموه بمعاليه مؤكداً على دور المملكة العربية السعودية الحيوي إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في ترسيخ ركائز الأمن والاستقرار بالمنطقه بما يدعم مساعي تحقيق التنميه في المنطقه والعالم لوها سموه بما وصل اليه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خاصه العسكري والدفاعي منها ومشيرا الى اهميه مواصله تعزيز مسارات العمل الثنائي والبناء على ما تحقق بما يسهم في تحقيق التطلعات والاهداف المشتركه كما جرى خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب معالي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على ما يوليه من حرص واهتمام مستمر بتعزيز مستويات التعاون المشترك بين البلدين خاصة ما يتعلق بالمجال العسكري والدفاعي بما يحقق التطلعات والاهداف المشتركه